اللهم اجعلنا شفيعا لديه الحاضر المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وما زلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر القوم بعضهم على بعض بين المغرب والعشاء بالقرآن. وقال رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال رأيت علي رضي الله عنه جميعا. قال رأيت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون. ثم حمد الله ثلاثة وكبر ثلاثة ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيره. رضي الله عنك. هناك تكفي في ذلك الحديث الأول وهو إسناده حسن الغيري، إسناده ضعيف لضعف الحارس من الأعور، لكنه ورد في أكثر من طريق، وفيه أبو إسحاق والسبيعي كما قلنا وعاء العلم لكنه اختلط بآخره. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر القوم بعضهم على بعض بين المغرب والعشاء بالقرآن، والمعنى أنه سيشوش بعضهم على بعض، وقراءة القرآن ما جاءت للتشويش بل جاءت للوفاق لا للاختلاف، ويكون الأمر على الحرص لكن لا يشوش بعضهم على بعض. فهنا معناه أنه من أتى ليقرأ ليصلي السنة، من أتى ليقرأ القرآن، المهم أنه لا يحدث تشويش بين 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 المصلين. ولذلك قال نهى أن يجهر القوم بعضهم على بعض بين المغرب والعشاء، والمعنى أنه يسمع نفسه، نعم يسمع نفسه في هذا الباب، لكن لا يشوش على أخيه، لا يشوش على أخيه. وهذه أداب من الأداب العظيمة التي يكون فيها الاتفاق دون الافتراق. الحديث الثاني هو حديث حسن الغيري، شريك بن عبد الله، فيه سوء حفظ، وحتى حفظه ضعف جدا لما استلم القضاء. إسحاق السبيعي كما قلنا أنه رجل فيه ما فيه من القوة وسعة العلم، لكنه أيضا مدلس واختلط بآخره، وقد دلسه فحسب منه رجلين بينه وبين علي بن ربيعة. قال الدرقني أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة، وبين ذلك والحديث له أكثر من طريق. رأيت عليا أتى أوتيا، وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة، يبين ذلك ما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال قلت لأبو إسحاق سمعته من علي بن ربيعة؟ قال حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه. قلنا نحو هذا في مقدمة الجرح والتعديل. والرجل الذي روى عنه يونس هو شقيق الأزدي، سماه الطبراني في الأوسط، شقيق ابن أبي عبد الله الدرقطني، شقيق ابن عقبة، وكلاهما ليس بأزديين. وقال حافظ في الفتوحات الربانية قال شقيق هذا ما عرفت اسم أبيه ولا حاله ولا عرفت حاله، هو والعلم عند الله. وأما يونس بن خباب فهو ضعيف، وكما قلنا له طرق كثيرة موجودة في المصنف والشمائل والبزار والنسائي في عمل يوم الليلة، وأيضا في أبي يعلى القاضي وابن حبان وابن السني والطبراني، والحديث برمته صحيح. رأيت عليا أوتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، وهذه سنة ضاعت عن كثير من الناس، بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا مشهور جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركب الدابة قال هذا الدعاء، ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثا، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، يحمد الله على النعمة أن الله جل وعلا سخر لهم ذلك، ويكبر الله جل وعلا على عظيم ربوبية الله جل وعلا، بل وعلى التوفيق أنه يتذكر في هذا الموقف النعائم التي أزداها الله له سبحانه جل في علاه. قال رأيت فقال فحمد الله وكبر 33 وكبر ثلاثا آسف، ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك فقيل له مما ضحكت؟ هذا متسلسل، لأنه الذي روى عن علي أيضا ضحك، فلما سأل عن ذلك قال ضحكت من ضحك علي، وعلي ضحك من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ضحك من ضحك الرحمن سبحانه وتعالى، تسلسل. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت فعلته. ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده، فيما ضحك يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي، يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري، استغفر الله استغفر الله، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فضحك في إثبات الضحك لله جل وعلا، وفي إثبات العجب
لأنه أنا في رواية ضحك الله جل وعلا، ضحك لمين من ضحك الله جل وعلا، ففي الضحك والضحك معلوم لكنه كيف مجهول. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسوله على مراد رسول الله، وتقول الضحك ضحك الرحمن، نعم ضحك الرحمن، كيف الله أعلم، لكنه ضحك. فإذا ضحك الله لعبده أكرمه وغفر له وحلم عليه وأحسن إليه وأدخله الجنة من أول وهلة. لذلك قال يعجب الرب من عبده يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، لما قال رب اغفر لي، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وفيها أيضا إثبات العجب لله جل في علاه، والعجب معناه إخراج خروج الخشع عن النظائر، ليس أن يعجب لأنه لم يعلم السبب، الله يعلم مكانه ما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. يعجب الخروج عن النظائر، للخروج عن النظائر، خرج عن نظائره، والاعتراف أنه لا يغفر الذنوب إلا الله جل في علاه نعمة ليست بعدها نعمة. فإنه يستكين ويقر بجرمه ويقول لا يغفر الذنوب إلا أنت، أنت تأخذ ذنب وأنت تغفر. الفوائد المستنبطة: التسلسل، فضل علي بن أبي طالب يأتسي بالنبي في كل شيء، راه يضحك فضحك من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أهل القرآن لا يشوش بعضهم على بعض في الظاهر وفي الباطن، لا يشوشون بالأحقاد، بالحسد، بالتعطيل، هذا التعطيل مميت. رحمة الله بالعبد أنه يغفر لمن استغفر له. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.